بمناسبة صدور التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتشكيل مجلس إدارة صالة أهالي المحرق للمناسبات، أقام معالي الشيخ أحمد بن علي بن عبد الله الخليفة رئيس مجلس إدارة نادي المحرق رئيس مجلس إدارة صالة أهالي المحرق للمناسبات مساء أمس حفلا حضره عدد من المسؤولين في المملكة ووجهاء وأهالي محافظة المحرق. وبهذه المناسبة أشار معالي الشيخ أحمد بن علي إلى أن هذه المكرمة الملكية السامية تأتي تعبيرا خالصا عن قائد يؤمن بوطنه ويعتز بقيمه الإنسانية والمجتمعية الرائدة ويشعر بنبض أبناء البحرين بكافة مدنها وقراها. تنفيذا للتوجيه الملكي السامي، استقبل الشيخ أحمد بن علي بن عبد الله آل خليفة رئيس مجلس إدارة نادي المحرق وجهاء وأهالي محافظة المحرق في صالة أهالي المحرق للمناسبات التي شيدت بمكرمة ملكية سامية لاستخدامها في مناسباتهم المختلفة، وذلك لما له من أهمية اجتماعية موفرة المساحات والخدمات المتنوعة بما في ذلك الأفراح والمناسبات والفعاليات وغيرها. اليوم الفرحة عمت المحرق كلها، والحمد لله يعني صالة تليق بمحبته، الله يطول عمره لهالمحرق. نفتخر كلنا اليوم بهالمنشأة هذه، إن شاء الله اللي بتخدم أهالي المحرق إن شاء الله. فالحمد لله احنا فرحانين اليوم، وتقدر تشوف الفرحة في عيون الناس كلها، والحمد لله الله وفق الجميع بأن تكون منشأة على قد هالمسؤولية اللي أعطيت لنا. فجلالة الملك الله يحفظه، يعني اللي فرح المواطن يفرحه، واليوم الفرحة شفناها في عيون الناس كلها، الله يطول عمره ويخلي ذخر للبحرين. الليلة يعني استقبلنا وجوه المحرق بالعموم مدنها وقراها في هذه القاعة اللي نعتز بها ونفتخر، وهي طبعا مكرمة من مكارم جلالة الملك الله يحفظه، واليوم نعيش أفراحها وإن شاء الله لقاءات طيبة وأفراح طيبة لأهالي المحرق. وليست هذه القاعة، محرق كلها قايمة عمار من شمالها إلى جنوبها شرقها إلى غربها. أنا باسم يعني أهالينا في محافظة المحرق مدنها وقراها نرفع إلى جلالة الملك كل الشكر والتقدير على هذه المكارم، وأقول له بهالمناسبة اللي نعيشها اليومين ثلاثة كل عام وأنتم بخير وألف خير إن شاء الله، بلدنا بخير دائما. هذا الصرح التنبوي سيحمل في طياته العديد من الأهداف النبيلة تجاه أهالي المحرق، مما أدخل الفرح والسرور على قلوب جميع أبناء المحافظة الذين يكنون الولاء لجلالة الملك المعظم ويفخرون ويتشرفون دوما بهذه الرعاية الكريمة وهذا التقدير الغالي من لدن جلالته حفظه الله ورعاه، وما تشهده مدينة المحرق من مشروعات تنموية عديدة في مختلف المجالات، الأمر الذي ساهم في تطوير مختلف مناطق المحرق وتنميتها بصورة مستمرة. هذه حقيقة المكرمة من جلالة الملك الله يحفظه ويرعاه، حقيقة أثلجت صدور أهل المحرق لكون هذه القاعة تمثل عمل تكافلي، العمل التكافل اللي يعني يربط القيادة الحكيمة بالمجتمع. وحقيقة مجتمع المحرق مجتمع متماسك متماثل فيما يعني مثل ما أنت عارف، وهذه القاعة تمثل الدور والعمل الأول في المحرق بهذه الحجم، لهذه بحكم أن القاعة دي حجمها حجم كبير ممكن تستخدم للمناسبات الرسمية والفعاليات الوطنية، وهذه ما تكرم سيدي جلالة الملك حفظه الله ورعاه في على أهل المحرق. هذه الصالة شيء يرمز صراحة من التحف صراحة، وأقول بيض الله وجهك طال العمر، ولا أنسى ولي العهد على المجهود اللي يبذلونه في ديرتنا كلها، وهذه الصالة شيء بسيط يقدمون لنا صراحة. وتتوفر في هذا المشروع مواصفات الهندسة المعمارية الإسلامية المتطورة بما ينسجم مع الإرث الحضاري المعماري الذي حافظت على عراقته مباني مدينة المحرق
بالإضافة إلى المرافق الأخرى الضرورية التي يحتويها المشروع، ومن بينها المحلات التجارية المخصصة للخدمات. صرح اجتماعي دشن بمكرمة ملكية سامية تحمل في مضامينها مدى اهتمام جلالة الملك المعظم بتشييد المشاريع التنموية المختلفة التي ترتقي بحياة المواطنين وتنهض بالوطن، وبما يؤكد حرص القيادة الحكيمة على الدفع بنماء ورقي مختلف محافظات المملكة. خالد العوندي، مركز الأخبار، تلفزيون البحرين.